يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، كل التحيه لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. موسم على وشك الانتهاء، وموسم الحقيقه يمكن يكون في منتهى الاهميه، وعينين الاهلاويه كلها الحقيقه يمكن تكون على الموسم اللي جاي. والسؤال الاهم والسؤال الابرز اللي بيشغل عقول كل الاهلاويه النهارده، الميركاتو اخباره ايه؟ انا ما فيش مره الحقيقه يعني حد اتكلم معايا فيها عن احوال الفريق الا ولازم السؤال ده يكون حاضر. اخبار الصفقات ايه؟ الاهلي خلص مع مين؟ الاهلي ما خلص او لسه؟ مين الصفقات اللي ما اتحسمتش لغايه دلوقتي؟ وطبعا هنا على شاشه الاهلي يعني كل كلمه محسوبه ومتقاسه بميزان من ذهب. احنا هنا مش سوشيال ميديا، فبالتالي فكره الهبد والاخبار عن الصفقات اللي بتسمعوها وبتشوفوها في كل حته. احنا النهارده شايفين تقريبا منتخب العالم، يعني من 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 العراق، من تونس، من اوزبكستان، من السنغال، من موزمبيق، من انجولا، كلهم صفقات انها بفعل النادي الاهلي على عهده طبعا منصات السوشيال ميديا اللي يمكن بتاخد اي خبر وتتكلم عليه في اطار انه صفقه، وعارفه كويس جدا ان الماتيريال دي مطلوبه قوي من جمهور النادي الاهلي بشكل كبير، عشان كده الشغل كتير قوي والضغط كتير قوي عليها. لكن انا النهارده مش جاي اتكلم معاكم في اسماء الحقيقه، يمكن انا حابب ابتدي الحلقه بقصه الميركاتو، لانه ناس كتير كمان بتتكلم في مش بس في الاسماء، بتتكلم في عدد الصفقات. يعني ناس كتير منتظره ان الاهلي يعمل ميركاتو عالمي من ناحيه عدد الصفقات، وبشوف انا بختلف شويه مع وجهه النظر دي، ومن حقنا نختلف مع بعض. يعني قصه الكم في مقابل الكيف، انا بشوف انه صحيح في مراكز كتيره جدا محتاجه دعم، مش نتيجه قصور او نتيجه مشاكل موجوده في اللعيبه اللي بتلعب في المركز ده، لكن كمان عشان تقدر تخلي اللعيبه دي تضغط على نفسها وتطلع اقصى ما عندها، لانه بالتاكيد امكانياتهم كويسه. ده واحد. اتنين، في اوقات كتير جدا بيكون عندك نقص شديد جدا نتيجه عدد المباريات، نتيجه الاجهاد، نتيجه الاصابات، وبالتالي واحنا عانينا من ده. الموسم ده يمكن اقصى واصعب موسم عانى فيه فريق النادي الاهلي من قصه الغيابات والاصابات وتراجع المستوى البدني والاجهاد المعنوي والذهني بشكل كبير جدا، وده اثر. انت لو بصيت لبدايه الموسم وشفت قوه الفرقه وشفت المستوى الاداء اللي بتقدمه فرقه النادي الاهلي في مواجهه كل الخصوم جوه وبره، تحس انه الموسم ده كان مفترض ان الاهلي فيه يفنش يعني بكل الالقاب والبطولات، لكن الحقيقه الكيرف نزل بشده نتيجه ممكن في بعض الاوقات تكون اخطاء، نتيجه تراجع في المستوى، نتيجه اصابات ونتيجه اجهاد. ففكره التدعيم هنا بشكل كبير جدا عشان تقدر تتخطى او تتعدى النقطه دي. والنقطة الأهم بقى هي الكواليتي. أنا بشوف إنه ممكن يكون في وقت من الأوقات عدد الصفقات مش كتير قوي، لكن كواليتي الصفقة اللي هيجيبها النادي الأهلي تكون قادرة على أن تصنع الفارق. وحط تحت كلمة صناعة الفارق دي 10 20 100 خط أحمر عشان نقرب المسافات. خليني أقول لحضراتكم قصة الجرار والقطر. في قطورات كتير جدا بتبقى فيها كل الأوبشنز، قطر فيه 50 عربية، في منها عربيات أو كل العربيات مكيفة على أعلى درجة، كل العربيات فيها شبكة إنترنت واي فاي، عربيات مخصصة للنوم، عربيات مخصصة إنه يكون فيها مطاعم أو كافيهات، وإلخ إلخ إلخ من خدمات بحيث إنه القطر يبقى أشبه بمدينة متكاملة. لكن القطر ده يفقد معناه ويفقد قوته أو رونقه بدون وجود جرار قوي. أنا بعتقد إنه الأهلي محتاج الجرار ده، الجرار اللي يقدر يشيل الفرقة، والجرار اللي يقدر يحرك الفرقة بحيث تظهر بأحسن وأفضل شكل ممكن. في أوقات كتير جدا بيبقى فيه لعيب بيطلق عليه في الملعب لعيب المحوري. اللعيب اللي كان حتى لو موجود على الدكة تبقى متأكد إنه لما هينزل هيقلب الموازين. اللعيب اللي في لحظة صعبة أو في ظروف صعبة قادر يعمل الفارق. هي دي الصفقة اللي إحنا بنتكلم عليها. صفقة اعتقد انها مش موجوده في مصر، يعني انا بتهيألي انه الاهلي لو بصينا طبعا في لعيبه كتير جدا موجوده في مصر، انا طبعا كلمت على الصفقات الخارجيه ما اتكلمش على الصفقات الداخليه، ودي قول فيها انه النادي يعني الاخبار اللي بتتكلم على فكره الميركاتو المحلي، اللعيبه اللي الاهلي هيشتريها من فرق مصريه دي عددها تقريبا يتخطى قائمه النادي الاهلي. عددها يتخطى قائمه النادي الاهلي، من المستحيل طبعا، لكن ده مش معناه انه مفيش لعيبه كويسه في مصر، لا في. انا ودي طبعا امور نسبيه، في الاول وفي الاخر ممكن تتفق ممكن تختلف معايا، لكن انا ممكن اشوف في الدوري المصري اربع خمس لعيبه ممكن لو جم في الاهلي وابتدوا يشتغلوا وابتدوا يتطوروا نشوف لعيبه كبيره جدا، في اسماء محترمه بصراحه، لكن مفيش اللعيب السوبر اللي ممكن تراهن عليه او تدور عليه انه يعمل الفارق
من اول ما يلبس تيشرت نادي الاهلي. بكلم حضراتكم على كواليتي لعيبه كبيره عظيمه، الخطيب طاهر ابو زيد، انا بقول بس مجموعه اسماء من كل جيل عشان تعرفوا انا بتكلم على ايه، وليد صلاح الدين، حسام غالي، خالد بيبو، ابو تريكه، اللعيب اللي في وسط الملعب درة التاج، اللعيب اللي يقدر يدي تقل للفرقه ويصنع الفارق ويقوم الفرقه كلها. في وجوده في الملعب بتحس ان الفرقه كلها فايقه، وتحس ان اللعيبه كلها ثقتهم ومستوياتهم في اعلى قمتها. واعتقد وعلى سبيل المثال بره مثلا الكواليتي بتاع طارق التائب، عبد الكريم النفطي، عارف اللعيب الثقيل ده للفرقه كلها بتدور وبتلف حواليه، هي دي الكواليتي اللي بشوف الاهلي مهم جدا تبقى موجوده في الموسم الجاي، بصرف النظر عن العدد وبصرف النظر عن من بره ومن جوه. وان كنت اشك، يعني اعتقد انكم تتفقوا معايا او الاغلبيه منكم تتفق معايا ان الكواليتي دي مش موجوده عندنا هنا في مصر، وده واحد من اسباب تراجع الكره في مصر في السنوات الاخيره، هي فكره غياب الموهبه. كلنا دايما معتمدين على محمد صلاح، وان كان حتى كواليتي صلاح، يعني صلاح عالمي طبعا ولاعيب بينافس على الافضل على مستوى العالم، ده مش تشكيك ولا تقليل من قدرات محمد صلاح، لكن هي حتى الكواليتي دي مش موجوده في صلاح نفسه، ومكان صلاح بيفرض عليه انه مش مطلوب منه الحته دي قوي. بتكلم على المايسترو اللي موجود في نص الملعب اللي يقدر يقوم بالادوار دي كلها. على كل الاحوال هنتكلم على اللي جاي، لانه اللي جاي فيه بالتاكيد حاجات كتيره جدا ممكن ان احنا نركز عليها ونتكلم فيها، منها مكتسبات الاهلي من المرحله الحاليه، وبالتالي في لعيبه بشكل كبير جدا اعتقد كانت على المستوى في المباريات الاخيره. بشوف علي لطفي واحد من نجوم الاهلي الفتره دي حقيقه، رد على كتير من الناس اللي شككت في قدراته، اثبت بالدليل القاطع انه حارس مرمى من العيار الثقيل. مكاسب الاهلي من الماتشات الاخرانيه دي برضو اعتقد انه استعاده ديانج لمستواه حتى لو مش هيكمل معانا لبقيه الموسم. محمود متولي ورقه قدمت كتير الحقيقه في الفتره الاخيره، وتقدر تراهن عليه ان شاء الله يكون واحد من اوراق الاهلي المهمه في الموسم القادم. عبد المنعم ما فيش شك في قدراته، رامي ربيعه، زياد طارق، ويمكن يكون في غيرهم الاسماء. زي ما اتفقنا الامور نسبيه، ومن كل وجهه نظر الواحد بيشوف الامور بشكل مختلف. فرصه كمان الحقيقه ان احنا نبص على الجهاز الفني للنادي الاهلي ونقيمه ونشوف هل مستر ريكاردو سواريش قدم اوراق اعتماده لاداره النادي، للفريق، للجمهور ولا لا. فرصه كمان في المباريات المتبقيه الحقيقه ان احنا نكتشف مزيد من الاسماء اللي ممكن نراهن عليها في اللي جاي. هندخل في تفاصيل كتير في حلقه النهارده، بس هتسمحوا لنا زي ما تعودتوا معانا في السادسه دايما البدايه بتكون مع اهم الاخبار والعناوين. الاهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه الاسماعيلي في الدوري غدا. وفيتوريا يبدا مشواره مع المنتخب الوطني بوديتين افريقيتين. مدرب المنتخب الاولمبي يطلب من معاونيه تقريرا عن بوتسوانا واسواتيني. واتحاد الكره يطلب رسميا خوض مباريات الكاس خلال فتره كاس العالم. صلاح لا يمكننا تغيير الماضي ومواجهه مانشستر يونايتد خاصه. طيب نبدا مع حضراتكم، ندخل في تفاصيل الحلقه، والاهم طبعا متابعه تدريبات الاهلي النهارده اللي يمكن خلصت من دقائق بسيطه جدا، واستعداد الاهلي لمواجهه مباراه الاسماعيلي. تبقى طبعا مواجهه الاسماعيلي واحده من الماتشات بالنسبه لجمهور الاهلي على الاقل المهمه جدا بصرف النظر عن فكره المنافسه او الترتيب في جدول الدوري. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من داخل النادي الاهلي، نعرف اخبار تمرينه النهارده واستعداد الاهلي لمواجهه الاسماعيلي بكره ان شاء الله في الدوري. مساء الخير يا محمد.
مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. طبعا جمهور الاهلي يمكن بشكل كبير يعني مهتم جدا بماتشات المتبقيه في البطوله على مستويين، مستوى متابعه اللاعبين اللي خدوا فرصه طبعا واللي منحهم مجلس اداره النادي الاهلي بقراره باراحه عدد كبير جدا من الاسماء اللي شاركت من بدايه الموسم فتره راحه مبكره، فبالتالي كانت فرصه لظهور عدد كبير جدا من الاسماء في ماتشات الاهلي الاخيره، وايضا الحقيقه الجهاز الفني ريكاردو سواريش اللي الناس لسه ما زالت بتحاول تستكشف قدراته وامكانياته وامكانيه انه يكون ليه بصمه مهمه جدا مع الفريق خصوصا قبل بدايه موسم جديد. جمهور الاهلي على الاقل بيراهن فيه على كل الالقاب والبطولات. نطمن منك على ملامح وشكل التدريبات النهارده. بالفعل يعني في هذه اللحظات اللي بتكلم فيها معاك زميلي العزيز احمد، يمكن المباراه الاخير للنادي الاهلي استعدادا للقاتل الاسماعيلي غدا ان شاء الله في المباراه المؤجله من الاسبوع 18 انتهى بالفعل منذ 10 دقائق. يمكن كان سبق المران محاضره اخيره للجهاز الفني اتكلم فيها عن ابرز الجمل الخططيه اللي هيتم تنفيذها في مباراه الغد وابرز المهام المقسمه والموزعه على اللاعبين، ومن بعده اتنقل التدريب لملعب مختار التوتشو هنا بالجزيره. يمكن التمرين بدا ببعض الجمل البدنيه والتدريبات الاحمال، ومن بعدها عمل تقسيمه لجميع اللاعبين الموجودين في مران الفريق. يمكن الفريق وصل مرانه بالامس فقط بعد الراحه اللي حصل على الفريق يوم الخميس. يمكن تدريب امبارح كان استشفائي بعض الشيء للناس اللي لعبت المباراه اساسيه المباراه الاخيره امام ايسترن كومباني. باقي اللاعبين يمكن ادوا تمرين قوي امبارح وكمان النهارده، معظم اللاعبين الحمد لله في حالتهم زي ما انت ذكرت في الاول، اللاعبين اللي قرر الجهاز الفني منحهم فرصه بعد القرار الاخير لمجلس اداره النادي الاهلي، وكمان المجموعه كبيره جدا من الشباب والناشئين الموجودين في التدريبات. يمكن كل اللاعبين ظهروا بشكل اكثر من رائع استعدادا لمباراه الغد امام الاسماعيلي زي ما انت قلت، واحده من اهم المباريات الجماهيريه في الكره المصريه. يمكن كمان يعني مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الموجودين في التدريبات اللي تم تصعيدهم مؤخرا لعبوا مباراه الاسماعيلي بالفعل في كاس الرابطه في شهر يناير الماضي، كان مجموعه منهم كان الظهور الاول ليهم واول مره كان جمهور النادي الاهلي يشوفهم كانت في مباراه الاسماعيلي ايضا، فان شاء الله تكون بكره فرصه كبيره لظهور عدد عفوا عدد كبير جدا منهم في المباراه. يمكن كمان المحترف الوحيد الموجود في تدريب اليوم كان لويس ميكسوني طبعا بعد يعني كمان منح اليو ديانج راحه مثل باقي لاعبي الفريق الاول. يمكن احمد عبد القادر موجود في التدريبات بشكل اكثر من رائع، كمان رامي ربيعه موجود في التدريبات برغم الايقاف والحصول على 3 انذارات هيغيب ابرز الغيابات يعني من الفريق اللي لعب المباراه الاخيره عن مباراه الاسماعيلي غدا. اكرم توفيق كان موجود ومشارك في التدريب بشكل اكثر من رائع، يمكن برده كان موجود في التدريب بشكل كامل في التقسيمه الاخيره بالكره كان موجود بشكل اكثر من رائع. يمكن حسين الشحات، طاهر محمد طاهر وصلوا تدريباتهم التاهليه والاستشفائيه، وكمان احمد كوكا، يمكن عمار حمدي يعني واحد من اللاعبين الغائبين للاصابه منذ شهر يناير الماضي واثناء الاستعداد لكاس العالم ده كان موجود النهارده وحرص على متابعه التدريبات مع زملائه هنا من على دكه البدلاء. كل الامور رائعه ان شاء الله، بس يعني يتبقى توفيق ربنا ونشوف ان شاء الله مباراه كبيره. يعني في الاثناء اللي انا بكلمك فيها دلوقتي يا احمد اللاعبين بيستعدوا للسفر ان شاء الله لمعسكر الليله في محافظه الاسكندريه، بعد قليل هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب عن طريق الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش للسفر ان شاء الله للاسكندريه والمبيت فيها في معسكر مغلق، حتى مباراه الغد ان شاء الله اللي هتنطلق في 9 مساء على استاد برج العرب بالاسكندريه. ان شاء الله يكون عرض قوي نطمن بيه على اللعيبه اللي هتظهر في تشكيله الاهلي الاساسيه. بشكر زميلنا محمد توفيق على اخبار تمرينه النهارده. خلينا نروح سريعا لبقيه اخبارنا، والبدايه مع في الاخبار طبعا مع منتخب مصر. راي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بدا يعني يحدد ملامح القائمه اللي هتدخل معسكر المنتخب الوطني ان شاء الله في شهر 9 اللي جاي. المعسكر ده يعتبر الاول طبعا ليه بعد ما تم التعاقد بشكل رسمي في شهر يوليو، يعني اول فتره هنبتدي نشوف راي فيتوريا بيشتغل مع المنتخب الوطني هتكون خلال المعسكر ده. وحاليا الشركه الراعيه مع اتحاد الكوره بتتفاوض مع عدد من الاتحادات الافريقيه، تم الاستقرار على انه في المعسكر ده هيكون في مباراتين وديتين هياخدهم المنتخب الوطني في الفتره اللي جايه وفقا للطلب طبعا المدير الفني راي فيتوريا. واعتقد ان القائمه دي هتشهد غيابات نتيجه لاسباب مختلفه، يعني اما تراجع مستوى، اما انه في فتره راحه سلبيه، اما انه لعيبه محترفه زي محمد صلاح، صلاح مش هيبقى موجود في المعسكر بتاع المنتخب اللي جاي. وهتشهد القائمه انضمام لاعبين كتير يمكن للمره الاولى في قائمه المنتخب الوطني. على الناحيه الثانيه وما زلنا مع المنتخبات، خليني اقول لكم ان روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي الحقيقه طلب من الجهاز المعاون ليه انه يجهز تقارير. المنتخب الوطني طبعا عنده بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس في 2024، البطوله دي
او التاهل ده يجي عن طريق ثلاث مراحل. الدور التمهيدي تم اعفاء المنتخب الوطني منه مع 17 منتخب افريقي. مفترض ان المنتخب الوطني هيلعب مع الفايز من بوتسوانا واسواتيني، وبالتالي ميكالي طلب من الجهاز المعاون ليه انه يجهز تقارير عن المنتخبين بحيث انه المنتخب ان شاء الله يعني هيقابل الكسبان منهم، وفي حاله تجاوز المرحله الاولى دي يبقى بعد كده هيواجه الفايز من منتخبي زامبيا وسيراليون، وده هيكون لقاء اتحدد ليه ميعاد في شهر مارس 2023. بعد كده طبعا نجحنا في تجاوز المرحله الثانيه بنروح للمباريات او النهائيات بقى بشكل مباشر، والنهائيات دي هتتلعب في المغرب في خلال شهر يونيو اللي جاي، واول ثلاث منتخبات هيتاهلوا مباشره لاولمبياد باريس. كل التوفيق، المنتخب ده مهم جدا 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 لنظرتنا او هدفنا او املنا في بلوغ كاس العالم 2026 ان شاء الله. ربنا يدينا ويديكم طول العمر في العمريه دي، يعني اقصد اقول هتكون في التوقيت ده واحنا بنلعب تصفيات كاس العالم الاخيره 2026، اعتقد هم هيكونوا القوام الرئيسي للمنتخب الوطني. فاصل ونرجع لحضراتكم. بمناسبة بقى قصة البارسا، يمكن الانفوجراف اللي احنا شفناه ده والأعلى أجرا في برشلونة فكرني بنفس القصة اللي كنت بكلم حضراتكم فيها، برشلونة وميسي. حد يختلف على قدرات ميسي وان واحد من أعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ كورة بس مش في الفترة الحالية؟ أكيد لأ، لكن في رأيي أنه حتى في وجود ميسي كان البارسا بيعاني بسبب غياب اللاعب المحوري، وتحديدا الكلام على أندرياس إنيستا اللي أعتقد أنه كل عشاق البارسا يتفقوا معايا انه معاناه البارسا وتراجع المستوى وعدم القدره على المنافسه على البطولات بدات في مرحله ما بعد رحيل اندرياس انيستا لسنوات طويله جدا، وحتى في وجود ميسي واحد من اعظم لاعبين العالم فشل البارسا بل وسقط البارسا سقوط مدوي، وكلنا نفتكر طبعا الثمانيه بتوع بايرن ميونخ. عشان كده اللاعب اللي بيقدر يفجر قدرات زمايله في الملعب، اللي يقدر يبقى المايسترو المتحكم في رتم الاداء، اللي يعمل الباس او يسجل بنفسه او يعني يعمل الفارق، هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه. خلينا نروح لاخبارنا النهارده برضو العالميه بقى، والكلام في البدايه هيكون من ليستر سيتي، واحد من الانديه حد يتخيل انه فريق طالع من الدوري الدرجه الثانيه في اول موسم ليه ياخد بطوله الدوري؟ يعني دي تبقى معجزه، ما بالك لو ده بيحصل في الدوري الانجليزي اصعب واقوى دوري في العالم، وده طبعا اللي عمله ليستر سيتي. ومن ساعتها الحقيقه يمكن جامي فاردي هو واحد من ابرز اللاعبين الذين تمسكوا بوجودهم في ليستر سيتي، واللي بالفعل جدد التعاقد معاه او جدد التعاقد معاه اداره ليستر سيتي لغايه يونيو 2024، وتم الكشف عن ده طبعا على الموقع الرسمي للنادي وعلى صفحاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. جدد فاردي سنتين او موسمين جداد عشان يستمر مع ليستر سيتي لغاية 2024. من الصفقات الثانية اللي الحقيقة يمكن كانت مفاجأة وما حدش اتكلم عليها أو رصدها قبل كده، هي صفقة كازيميرو نجم البرازيل ونجم الريال اللي انتقل بالفعل بعد اتفاق بين إدارتي نادي ريال مدريد ومانشستر يونايتد على الانتقال من البرنابيو للأولد ترافورد، واحد طبعا من نجوم حقق بطولات كثيرة جدا مع ريال مدريد، تشامبيونز ليج أعتقد ثلاث ألقاب، دوري أسباني خمس مرات، يعني عدد كبير جدا من الألقاب ومشوار طويل. وصفوه الحقيقة في الريال إدارة النادي وصفته وهي بتودعه بأنه كان واحد من أساطير النادي الملكي البرازيلي طبعا كازاميرو اللي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد وهيلعب جنب زميله السابق بقى في الريال كريستيانو رونالدو، وإن كان محدش عارف لغاية اللحظة إيه هيكون مصير كريستيانو رونالدو. هنروح للدوري الأمريكي،
والحقيقه الكوره بتحصل كتير قوي، وانت بتتفرج على الكوره وهي داخله الجون وبتهز الشبكه كده ما تبقاش عارف هو اللعيب كان قصده يرفعها بالعرض ولا كان قصده يشوطها في الجون. واحد من الاهداف اللي يمكن اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي هي تبان اوفر، وممكن برضو يعني ما حدش عارف النوايا ويدخل جوه الصدور عشان يعرف كان قصده ايه، لكن بتحصل كتير قوي وبنحتار فيها كتير جدا. ونختم مع الدوري الالماني، هيرتا برلين في مواجهه مونشن جلادباخ. الحقيقه يمكن واحده الدوري الالماني بدأ مشتعل قوي السنه دي، واحده من البطولات اللي يبدو انها قويه. طبعا هدف مش قادر اقول طبعا يعني انها واحده من اقوى الماتشات، طبعا ديفليكشن رائع في توقيت رائع، اللمسه دي هي اللي منعت الكوره من دخول المرمى. لكن الحقيقه مونشن جلادباخ استمر في الضغط، ويمكن يعني تألق كبير جدا لحارس هيرتا برلين نجح في انقاذ اكتر من هدف على مدار المباراه. طبعا هنا انقاذ اكتر من رائع، وبعد الانقاذ في انقاذ ثاني، فرصه بنقول عليها يمكن بهدفين او فرصه بنقول عليها بروحين، لكن هنا في طبعا شك في ضربه جزاء. بنرجع للفار، طبعا الفار ما بياخدش هناك الوقت الكبير قوي، وقرر الحكم انها تكون ركله جزاء، وبالفعل احرز منها مونشن جلادباخ هدف اللقاء الوحيد اللي انتهت بيه المباراه، وفاز مونشن جلادباخ بثلاث نقاط على حساب هيرتا برلين. نروح لنجمنا المصري محمد صلاح، اللي يمكن على الرغم من الانطلاقه المتعثره لليفربول السنه دي، الا انه صلاح الحقيقه يبدو انه متوهج، وخصوصا بعد حسم حاله الجدل والتوتر الشديده اللي طالت شويه قبل تجديد التعاقد مع ليفربول مره ثانيه. ده يمكن واضح بشكل كبير جدا من المستويات اللي بيقدمها صلاح، واضح بشكل كبير جدا من تصريحات يورجن كلوب عن النجم المصري او الفرعون المصري محمد صلاح. كانوا بيعملوا معاه يعني حوار صحفي، وكلموه على فكره انه هتعملوا ايه عشان تعوضوا التاخر بتاعكم او التعثر في الجولتين الاولانيين من البطوله، من بطوله البريمير ليج، ازاي شايف شكل المنافسه مع مانشستر سيتي، بما انه المنافسه في المواسم الاخيره كانت غالبا بتحصل بين ليفربول والسيتي. لكن الحقيقه صلاح قال الموضوع سابق جدا لاوانه، ومن الصعب جدا ان احنا نتكلم على المنافسه، الدوري لسه في بدايه المشوار، مهم جدا ان احنا نستعيد يعني حالتنا مره ثانيه ونبدا ما نفقدش نقاط، لانه وخصوصا نتكلم على تشيلسي تحديدا وعلى السيتي. وقال في تصريحاته لشبكه سكاي سبورتس انه الفرقتين دول فرقتين بيفقدوا النقاط بصعوبه جدا جدا، وبالتالي علينا ان احنا نركز في ان احنا نستعيد فورمتنا مره ثانيه، ونحاول ان احنا ما نخسرش مزيد من النقاط، وبعيد قوي ان احنا نتكلم لسه على المنافسه. كلامنا عن اللي جاي مع الاهلي كتير، بس هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. مشوار طويل، تاريخ طويل قوي من المواجهات بين الاهلي والاسماعيلي، بيدي اللقاء بصرف النظر عن الحسابات والارقام والترتيب اهميه كبيره جدا، وخصوصا اعتقد لجماهير الاهلي، واعتقد كمان بالنسبه لجماهير الاسماعيلي، لقاء جماهيري في المقام الاول، واحد من اكثر اللقاءات الجماهيريه على مستوى الكره المصريه، يمكن الثاني على مستوى الكره في مصر بعد مواجهه الاهلي والزمالك. لكن قبل ما ادخل في ماتش الاهلي والاسماعيلي، حابب نتكلم مع بعض بمنتهى الصراحه يعني وبمنتهى الموضوعيه في نفس الوقت. هل القصه النهارده نقدر نقول، هل القصه انه عناصر النادي الاهلي اللي بدات بدايه ولا اقوى، واحنا بنشوف وبفتكر الرباعيه بتاعت الاسماعيلي في افتتاح المشوار، والخماسيه بتاعت الزمالك، والثلاثيه بتاعت بيراميدز، والرباعيه بتاعت سموحه وغيرها وغيرها، هل الاداء القوي ده من الممكن استعادته بس بفكره انه يبقى في فتره راحه سلبيه وفي فتره اعداد واحنا داخلين على الموسم الجديد، هل الراحه دي كافيه للفريق ده انه يستعيد قوته وجبروته انجاز التعبير ويكون جاهز لتحقيق كل الالقاب، ولا قصه ميركاتو وتجديد فكره انك انت تجدد دماء الفريق؟ هل القصه مرتبطه بالاهلي بس، ولا مرتبطه كمان بمنافسيه؟ ومش بتكلم هنا بس على المستوى المحلي، لكن كمان بتكلم على المستوى الافريقي والدولي، وخصوصا انك انت عندك بطولات ومشوار بطولات في منتهى الاهميه الموسم اللي جاي، سواء كنا بنتكلم على بطوله افريقيا او يعني ابطال دوري، او بنتكلم على السوبر ليج الافريقي اللي هيبدا في اغسطس، او بتكلم على احتماليه حتى المشاركه في بطوله كاس العالم. القصه فين؟ هل القصه قصه اسم قائم على مسؤوليه الجهاز الفني، ولا من الصعب جدا ان احنا نربط الموضوع او نحمل المسؤوليه فقط لاجهزه فنيه، وانه اللاعبين والميركاتو المنتظر هيكون ليه دور مؤثر جدا في مشوار الاهلي في البطولات القادمه؟ وبالتاكيد طبعا الاهلي والاسماعيلي حاضره في كلامنا مع نجمنا وضيفنا النهارده كابتن السيد حمدي اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ احمد. طولت شويه في المقدمه معلش، لانه
كل الاسئله اللي انا طرحتها دي هي الاسئله اللي بتشغل دماغ الناس النهارده. يعني الناس النهارده مش بتفكر هنفنش الموسم ازاي او الماتشات اللي جايه يعني نتائجها هتكون ايه، وخصوصا طبعا بعد ما عدد كبير جدا من اللاعبين وحسنا فعلت اداره النادي الاهلي انها ادتهم قرار بان هم يرتاحوا لنهايه الموسم. لكن هي دي الاسئله اللي دايره في الشارع الاهلاوي النهارده. بدايه، ازاي شايف الموسم ده اجمالا؟ بدايه قويه، بدايه ولا اقوى يمكن من سنين طويله، ما شفناهاش الاهلي بالقوه دي وبالسيطره دي في بدايه في انطلاقه الدوري، ثم تراجع في المستوى ادى لخساره عدد من الالقاب. شايف الموسم اجمالا ازاي يا كابتن سيد حمدي؟ طيب هنبدا في الاول ان الاهلي بدا الموسم بشكل كويس لان الامور كانت في صالحه من ناحيه فصالح الجهاز الفني. الجهاز الفني كان بيمتلك لعيبه كلها سليمه، ما عندوش غيابات، قوه ضربه للنادي الاهلي الاساسيين بالاحتياطين، فطبيعي ان الاهلي بيمتلك القوه، ما عندوش اي امور تعطله في ان هو يكسب. تمام. فادى بشكل كويس وده كان باين في اول الموسم. مظبوط. الموسم في نهايه الموسم في اصابات عدد رهيب، لما ما في لعيب او اتنين بيغيب عن اي فريق الفريق بيتاثر، لكن الاهلي عنده غيابات كتيره جدا اثرت على المستوى والشكل اللي احنا شايفينه، والكلام اللي حضرتك بدات بيه ان زي ما بيقول خلاص احنا ايه مش عايزين حاجه من الموسم ده. لان خلاص انت يعني الدوري راح، يعني خلاص بطوله وراحت، نستعيد بقى للسنه اللي بعدها، ترجع الغيابات بالصفقات الجديده، اعتقد الاهلي هيرجع في طبيعته المعتاده يعني. لكن ده اعتقد ب 60 70 80% الغيابات اللي اثرت على النادي الاهلي، الاصابات الاهلي ما ظهرش بالشكل اللي هو المطلوب في الفتره الاخيره دي اللي كل الناس زعلانه ان النادي الاهلي بالاداء ده او بالنتائج دي، فدي طبيعه راجعه للاصابات يعني. هل شايف انه في مكاسب معينه ممكن نطلع بيها من الفتره دي؟ يعني احنا كنت لسه بقول لحضرتك انه احنا الموسم ده يمكن لاول مره تعاقب على اداره الاهلي فنيا ثلاث اجهزه. مستر موسيماني طبعا كان بادئ معانا الموسم بعد موسمين ولا اروع على مستوى النتائج، ثم كان قراره بعدم قدرته على استكمال مشوار، فكان كابتن سامي قمصان تولى المسؤوليه بشكل مؤقت لغايه لما تم التعاقد مع مستر ريكاردو سواريش. تعاقب الاجهزه الفنيه ده ممكن يكون ليه دور او ليه تاثير من وجهه نظرك؟ وهل من حقنا النهارده نقيم حد زي ريكاردو سواريش ولا الرجل يعني خلينا نقول ما خدش الفرصه الكامله؟ طيب موسيماني بالارقام كان ناجح، قدر يحقق بطولات النادي الاهلي، الاهلي استفاد منه بشكل كويس جدا، الاهلي برضه عمل له اسم هنا في مصر، الراجل ادى اللي عليه وخلاص يعني ما وفقش ان هو يكمل، الاداره ما كانتش حابه او الاداره كانت حابه وهو ما كانش يعني، المهم ان قصته انتهت وخرج بان هو عامل اسمه وحقق بطولات النادي الاهلي. الفتره اللي بعدها كابتن سامي قمصان كنت انا معاك وقلت لك انا نفسي كابتن سامي يكمل، لان هو فتره تجديد، فتره انها فتره صعبه، عارف اللعيبه ومش هيقدر يجيب لعيبه في الفتره في الفتره دي، فيقدر بحكم ان هو مصري يقدر يتعامل مع اللعيبه اللي كانت مش موجوده مع مع مع, مع موسيماني بتلعب بشكل اساسي، فيقدر يلم المجموعه كلها ونديله يعني نديله حقه او نديله فرصته في الفتره دي بالذات، وبعد السنه اللي بعدها نقدر نجيب مدير فني. ده كان كلام معاك في حلقه من الحلقه اللي فاتت. خد بالك بس فكره يعني في نقطه ناس كتير جدا مش حطاها دايما في الاعتبار، ودي قصه خاصه بالتعاقدات سواء على مستوى اللاعبين او على مستوى الانديه. احنا امتداد المواسم ده خلى في تباين بين مواعيد بدايه ونهايه المواسم في مصر وبره مصر. لا انا فبالتالي عشان انت عشان تتعاقد يعني لو الاهلي استنى لنهايه الموسم. انا كنت بتكلم على ترحيله يعني انت بتسالني على بتتكلم على بدايه تولي المسؤوليه، يعني انت مع انه كان يبقى في تعاقد بس يبقى بالظبط. بالظبط يعني في الحاله دي ممكن اقول لحضرتك ما دام تعاقدت وما دام الرجل هيتولى المسؤوليه، ايه اللي يمنع ان انا ما حطوش في البحر واقول له عوم؟ ليه اخليه
يبقى في موقف المتفرج في حين ان انا عندي فرصه انه ابتدي احضر من بدري للموسم اللي جاي. تمام انا معاك، لكن المدرب الحالي برضو عشان نقدر نقيمه مش يعني مش عارفين نقيمه ليه؟ لانه اتحط في برضو في حته انه عنده غيابات كبيره جدا يعني بتعطل اي فريق. يعني لو قلت لك بغير لعيب او اتنين بتاثر، لكن ما بالك قوام النادي الاهلي كله مصاب، نص الفرقه نص الفرقه اصابه، وده يعني وده مخلينا مش عارفين نقيم المدرب الجديد. امال المدرب الجديد ده اللي هو موجود معانا الفتره دي هيكمل السنه الجايه بالصفقات الجديده اللي هتيجي، ولا احنا باين بشكل ان هو يعني الاداء مش عاجبنا فالجمهور بيطالب، هل بيطالب بمدرب جديد او المدرب الحالي ده يفضل موجود لحد السنه الجايه ونجيب له لعيبه او نحط صفقات جديده مع اللعيبه القوام الاساسي فنقدر نقيم المدير الفني. فانا بكلمك على الفتره دي يعني حصل الناس متشتته شويه، فده برضو يعني مش عايزين نقيم الراجل، عشان انا دايما بقول ان الراجل طول ما معهوش المقاومات بتاعته ما اقدرش اقيمه. يعني لما سالت قبل كده كان في حد بيكلمني طب نتكلم عن المدرب ازاي او نحكم عليه ازاي، قلت له لما يكون معاه قوام الاساسي ومعاه اللعيبه كلها نقدر نشوف المدير الفني ده نقيمه بالشكل المطلوب. فانا اعتقد انه لازم ياخد فرصه لبدايه الموسم الجديد. في حاجات كونت فيها راي او حكم على سواريش؟ يعني لو قلت لك سواريش دفاعيا اخباره ايه؟ سواريش هجوميا اخباره ايه؟ تكتيكيا في الملعب اداء الاهلي ايه؟ يعني في حاجات كده انطباعات، خلينا مش بقول وجهه نظر او حكم نهائي، لكن انطباعاتك يعني. مش عارف يعني انا ما قدرتش اكون انطباع بصراحه، لان هو مش مالك اللعيبه القوام بتاع النادي الاهلي عشان اقدر اقول لك ان هو شغله باين ولا مش باين. يعني احنا شايفين الغيابات مع اللعيبه اللي الاداره يعني الاداره فكرت بشكل كويس جدا ان هي تطلع لعيبه ناشئين موجودين في الفرق اول، ودي حاجه كويسه جدا بقالها كتير مش موجوده، ودي حاجه ايجابيه لازم نشكر الاداره عليها ان هي طلعت بعض اللعيبه الناشئين، لان فعلا اللعيبه الناشئين تستحق ان فعلا تبقى موجوده في النادي الاهلي. مين عجبك منهم؟ مين لفت نظرك؟ زياد لعب كويس، المهاجم احمد سيد غريب صح كده؟ احمد زياد لا دي بدايه مبشره يعني ياخد فرصه بس، ولا من بدايته حاسس ان هو مهاجم عنده ثقه بنفسه. فانا شايف ان في لعبه تانية لو خدت فرصه اعتقد ان هي تبقى من قوام النادي الاهلي مع الناس الاساسيه، عشان مش عن برضو عشان ما نضحيش بيهم في الظروف دي. اوراق تراهن عليها الموسم اللي جاي، ولا شايف انها محتاجه تاخد خبره وتطلع مثلا على سبيل الاعارات موسم او اتنين بحيث انه يبقى ورقه تستفيد منها النادي الاهلي في المستقبل، الاسماء اللي انت بتتكلم عليها او غيرها يعني؟ والله يا كابتن احنا لازم نعتمد دلوقتي ما نقولش لعيب صغير. أيوة. اللعيب الصغير دلوقتي لا هو لعيب ممكن يبقى مش صغير سنا بس كخبره وكمشاركه. خد بالك انت بتتكلم برضو على لعيبه مشاركتها في الدوري 4-5 ماتشات، لعيبه ما لعبتش يعني ما انا رايي موسم كامل. انا عارف انا رايي بس هو بيبان الخامه من عنوانها في لعيبه بتبقى من اول مباراه مثلا بتشوف الخامه دي فعلا ان هي دلوقتي عندها ثقه ولا ما عندهاش ثقه، تقدر تستحمل الضغوط ولا لا. انا شايف ان بعض اللعيبه اللي صعدت مع النادي الاهلي عندها الثقه ان هي بتقول لا انا اهو انا موجود واستحق ان انا ابقى موجود وما فيش اي مشكله خالص، لكن عايزين برضو يبقى اللعب يكون مع الفرقه الاساسيه عشان برضو ما يتهوش ما يحسش ان في مسؤوليه وهم لسه صاعدين. اللعيبه الاساسيه اللي موجوده لما ترجع ان شاء الله بالسلامه. يعني ياما حصلت في الاهلي، ياما في لعيبه في الاهلي طلعت وفي سن اصغر من الشباب اللي طالع ده، ومن دي 1 وسط اسماء كبيره جدا كانوا من اهم وابرز اسماء في الفريق. ما انا بتكلم اهو يعني انا برضه انا ده انا وجهه نظري يعني في الاهلي ما اصل برضه انت الاهلي برضه بيتحكم بقايمه وبيضطر ان هو يطلع لعيبه اعراض عشان يقدر يستفاد بيهم بعد كده يعني، لكن انا شايف ان اللعيبه اللي طالعه لا النادي الاهلي يعتمد عليها وده راي يعني جهاز الفني طبعا، لكن انا شايف اللعيبه اللي كلها اللي موجوده في النادي الاهلي مع القوام الاساسي لا هيبقى في انسجام ويقدم بشكل كويس يعني. طيب السؤال الاول هنا عند الناس، هل شايف انه الاهلي مع فتره الراحه اللي ما خدتهاش الفرقه بقالها يعني كذا موسم كتير، مع الراحه المبكره اللي خدت بيها قرار اداره النادي الاهلي انها تريح اللعيبه مع فتره الراحه السلبيه بعد البطوله اللي تنتهي في نهايه شهر 8، مع العوده انه هذه الفتره كافيه لانه الاهلي يستعيد او نجوم النادي الاهلي وفريق ناديها يستعيد عافيته يستعيد
قدراته البدنية والفنية والذهنية، وبالتالي يرجع الأهلي في شكله الطبيعي اللي احنا شفناه على بداية الموسم، ولا شايف انه لا الأهلي كفريق على مدار ثلاث مواسم العناصر بتاعته او كتير من عناصره يمكن استهلكت مش قادرة، وبالتالي مش هتقدم نفس المردود؟ فبنتكلم على فكرة بين قوسين كده، زي ما كتير ممكن كتير من الجمهور يقول الأهلي فريق في حاجة الى تجديد دماء. هو تجديد الدماء ده لازم، اه في بعض العناصر لازم تبقى موجودة، بعض الخطوط دي لازم تبقى موجودة في النادي الأهلي. انا شايفها ان هي من السنة الجديدة لازم الإدارة او الجهاز الفني يركز عليها بشكل كويس جدا، اللي هي الحته اللي هي في الحته الهجوميه. لا خلي الهجوميه دي على جنب عشان دي ملعبك، فانا طيب. انا جاي لك في الاهلي هجوميا. خلينا متفقين اهم حاجه بتشغل جماهير النادي الاهلي هي كره الاهلي الهجوميه. لماذا يعاني الاهلي؟ على الرغم انه في بعض التناقضات اللي مش قادر افهمها، يعني الاهلي يمكن اقوى فريق، اقوى خط هجوم او اكبر فريق سجل عدد من الاهداف الموسم ده، ولكن دايما في احساس انه الاهلي يعاني هجوميا. يمكن البدايات اول 6-7 ماتشات السكورات الكبيره اللي كان بيعملها الاهلي هي اللي وصلتنا ده، لكن من اول ما الكيرف ابتدى ينزل واحنا حاسين ان كل مباراه بصرف النظر عن مين هو الخصم في معاناه. ما هو الكيرف بينزل نتيجه الاصابات اللي حصلت. انت بتتكلم على فريق عنده قوام اساسي بقى له فتره بيلعب ثلاث مواسم، حقق كذا بطوله، وطبعا لازم نشيد بيهم، طبعا ما نقدرش نركن البطولات اللي هم حققوها، لكن في غيابات فاثرت، المستوى لازم يقل. تمام، الاهلي دايما كان او جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى فرحان من الاهلي يكسب وبيأدي. يعني دايما الاهلي دايما رغم ان اقول لك الاهلي بما حضر ولازم اي مباراه لازم نكسبها، لكن جمهور النادي الاهلي فعلا بيحب ان النادي الاهلي يكسب ويأدي الشكل اللي يبسطه. هو أيه. الاهلي جمهوره عايز يتفرج على النادي الاهلي في جزء بيكسب ويلعب، وفي جزء كبير من الناس اللي كانت بتنتقد مستر موسيماني على الرغم انه الراجل عمل ارقام يعني بالظبط اسطوريه وخياليه يعني ما كانش حد يعني يتوقعها. يعني خلينا نتفق انه بالذات مثلا يعني في النسخه الثانيه من مشاركه كاس العالم انت رحت تلعب وانت بره قائمتك نص فريق، لكن كانت ارقامه بتغطي على الكلام ده. لكن اصل الكره بالمنطق، الكره بالارقام. موسيماني قدم ماتشات كويسه جدا وحقق بطولات وعمل ارقام، وكان في مباريات الاهلي كان بي 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 كسب بالعافيه مثلا، ما كانش بيأدي، لكن في النهايه كان الارقام الكره معروف. أيوة. الكلام ده كان بيغطي على كلام الجمهور شويه. كان الجمهور ما يقدرش يتكلم، يعني الجمهور كان عايز ان هو يبقى كره الاهلي اللي بيتفرج عليها اللي هو يكسب ويحقق بطوله. أيوة. هو كان بيحقق بطوله، اوقات ما كانش بيأدي الاداء المطلوب لكن كان بيحقق بطوله، فكانت البطوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي طبعا مهم. دلوقتي في الفتره الحاليه الاهلي خرج من بطوله الدوري، طبعا بعدت عنه بشكل كبير جدا، ومفيش اداء، فالجمهور طبعا يعني لا لا دي ولا لا دي. أيوة. فطبعا لازم يبقى في حاله ان هو متضايق جدا بشكل كبير، لكن اعتقد ان هو هيبقى موسم استثنائي ان شاء الله. من الموسم الجاي ان شاء الله الاهلي يقدر هكلمك في شكل هاجي لحته شكل الميركاتو، بس يعني ممكن كلامك يبقى مفهوم في فكره المعاناه الهجوميه دي. يعني لو ممكن تكون معانا الماتش الاخراني بتاع الاهلي وايسترن كومباني، ويمكن ده الماتش ده يعتبر نموذج. يعني انا بتكلم على خط هجوم كامل، منه كتير ناس غايبه بسبب الاصابه او بسبب انه الاهلي الاداره اديتهم راحه. يعني دي كرة طبعا ده زياد، لا دي كره كريم فؤاد. الاهلي في المباراه دي تحديدا وصل، وفي غيرها من الماتشات، احنا جايبين بس الماتش الاخراني على سبيل المثال زي ما بيقولوا او للقياس. الاهلي في اوقات كتير جدا بيوصل يا كابتن سيد، يعني الكره دي بتاعت حسام، دي كره عبد القادر، والاهلي في كره قبلها كمان لحسام حسن شبه انفراد. فانت بتتكلم على شوط واحد بس في ثلاث فرص شبه محققه، دي كره عبد القادر برضو. في كره زيها برضو لحسام حسن استلمها على حدود المنطقه وزق بيها كده بقى فيس تو فيس مع كانت متطرفه سنه بسيطه، بس يعني كانت فرصه شبه مؤكده والاهلي اضحى. فكره انك كمان بتوصل بس ما بتسجلش، دي برضو علامه استفهام. هو طبيعي ان انت توصل بقوة، مسيطر ومستحوذ السيطره، او انك توصل مع احترامك طبعا
لاي فريق بيلعبوا النادي الاهلي طبيعي بقوه الضربه او ايا كان حتى الفريق المجموعه اللي بتلعب بتلبس تيشيرت النادي الاهلي طبيعي ان هو عنده دي كره حسام معلش انا عايزك تشوف كره حسام دي خدها حلو قوي واستلم حلو قوي وقطع حلو جدا وحط المدافع في ظهره يعني هارد لك يعني عمل كل حاجه فيها بصراحه كان عايزه بس يعني يقفل بطن رجليه كانت جون الثقه انت كنت مهاجم يا كابتن سيد يعني كنت مهاجم وعارف يعني ايه تبقى ثقه الجهاز الفني فيك موجوده وثقه الجمهور كمان فيك موجوده ازاي بتحسب حته الثقه دي وهل ممكن لو حسيت انه الجمهور بيزوم او انه الجهاز الفني مش مقتنع قوي ده ياثر عليك في الملعب او على مستواك في الملعب على لعيب معين ولا انت بتتكلم على الفريق بتكلم عليك انت شخصيا انت كنت بتحس ده يعني لما تبقى ملعلعه وماشيه زي ما بيقولوا جدا وكل كره بتحطها بتروح أنا او لما تبقى شويه مش موفق فحاسس ان الجمهور بره يعني انا بحسد الجيل ده شويه يعني بتحسد الجيل ده يتحسد شويه انا عشان العب في النادي الاهلي كنت بعيط للمدرب الفني كان وقتها كابتن حسام عشان العب لان احنا كان عندنا اربع او خمس مهاجمين في النادي الاهلي فاللي كان اتنين اللي يلعبوا يبقى خلاص دول شكرا تمام فعشان تلعب انا بقول لك في قبل في الدور الثمانيه في افريقيا بدات اشارك قبلها كنت بعيط لكابتن حسام عشان ابدا العب الناس تشوفني في التلفزيون فانا بحسد الناس المجموعه دي لان قدامهم فرصه ان هم يعني حسام مثلا او محمد شريف ما عندهمش في المكان ده ما فيش حاجه كتير يعني ما عندهمش عدد كتير فيستغلوا الفرصه انا حسام ينسى ان هو خلاص انه جاي من سموحه ولا لا هو دلوقتي بقى اساسي في النادي الاهلي بقى هو مهاجم النادي الاهلي فيستغل الفرصه وينسى كل الكلام اللي بيتقال الثقه ومش الثقه انت بتلعب دلوقتي اساسي في النادي الاهلي خلاص انت اتحسب ان انت دلوقتي موجود في الملعب طول ما انت موجود في الملعب فانت المهاجم للنادي الاهلي فحسام بقول له استغل الفرصه لان يعني في وقتنا ما كانتش بتيجي كتير ايوه فحسام لعيب كويس مهاجم كويس لكن النادي الاهلي يعني المهاجمين بتاع النادي الاهلي ما ينفعش هنا برضو هي قصه هنا لما اكون انا كلاعب عندي امكانياتي كويسه وعارف قدراتي كويس والناس كلها حواليا شايفه ان انا فعلا فيها مواصفات ان انا بقى بلعب في النادي الاهلي في اي مكان مش بس راس الحرب او مش بس المهاجم لكن لما اكون كمان المشكله وده اللي عايز اتكلم معاك فيه ان انا ابقى محتاج ان انا اثبت ده محتاج ان انا اثبت ده للجمهور ومحتاج ان انا اثبت ده للجهاز الفني ما هو الاثبات بالمشاركه خليني بقى اجي لك للضغط وازاي الناس تتعامل فيها في الحته دي تحديدا بس هتسمح لي نكمل كلامنا معاك بعد الفاصل في الاهلي الفرصه ما بتجيش بالسهل عشان كده لما تيجي لاي حد يمسك فيها بايديه واسنانه زي ما بيقولوا يمكن وانا بدردش مع كابتن السيد حمدي في الفاصل افتكرت جزء من حوار مع واحد برضو كان من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد عادل باك اليمين كان هنا معايا في نفس المكان وكان بيكلمني على قد ايه ان المنافسه في مركزه في وقت من الاوقات كان فيها خمسه عتاوله يعني كان فيها اسلام الشاطر محمد بركات احمد عادل اعتقد كان معاهم صديق وجه عليهم كمان احمد فتحي فلك ان تتخيل شكل المنافسه عشان بس واحد ياخد الفرصه انه يدخل جوه التشكيل انا مش كلمك عن انه يلعب اساسي طول الموسم ده هو بس عايز ياخد فرصه عشان يعني الناس تشوفه ويمكن كابتن سيد حمدي كان بيتكلمني في نفس القصه دي انه في الفتره اللي هو دخل فيها النادي الاهلي سكواد الاهلي كان في مركزه خمسه تقال فعشان تاخد الفرصه بس انك انت تظهر وتلعب وتشارك دي في حد ذاتها حاجه صعبه وبالتالي عليك انك لما تجي لك الفرصه تكلبش فيها وتحاول تثبت انك انت دايما الافضل. كنت بكلمك على انه كمان من علامات الاستفهام انه هدافين الاهلي الموسم ده لعيب نص ملعب وباك شمال قفشه وعلي معلول كل واحد منهم جايب 8 اهداف. دي بالنسبه لنا في ظل الاسماء اللي موجوده في خطوط في خط هجوم النادي الاهلي برضو تعتبر علامه استفهام كابتن سيد. يعني علامه استفهام وكارثه بصراحه. يعني النادي الاهلي ما ينفعش بصراحه يكون من الناس اللي الهفاط هي اللي هدفين الدوري. دي او هدفين الفريق دي حاجه بالنسبه لي جديده على النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي معروف المهاجمين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر معظمهم يعني مش لو قعدنا حلقات كتيره نعد اسماء يعني. طبعا. فبالتالي لا احنا في النادي الاهلي في الخطه المركز ده يمكن على مستوى مصر كلها بقى فيه عمله نادره. هو يعني قال بشكل كبير طبعا ده يعني النهارده لما نيجي ندور كده يعني يعني وانا بدردش معاك برضه قبلها قلت لي الاهلي محتاج اثنين افارقه دي حقيقه بصراحه لان الاهلي بيشارك في كذا بطوله
والناس المميزه اللي في مصر احنا يعني موجودين. يعني كان حسام مثلا الاهلي تعاقد معاه، محمد شريف بقى له كذا سنه في النادي الاهلي، فاعتقد انهم دول افضل يعني من افضل الناس، وبيلعبوا في يعني لعبوا في انديه كويسه، ولما جه النادي الاهلي برضو قدم بشكل كويس. لكن المهاجم الحته المركز اللي محتاجه النادي الاهلي بشكل كبير برضو لازم يكون في مهاجم افريقي، يعني مهاجم سوبر يقدر من اقل فرصه يجيب جون، ويبقى موجود مع الاثنين اللي موجودين هنا في الفريق، عشان طبيعي الاهلي لازم عنده قوه ضربه في الحته الخط الامامي ده. طيب يعني مش معقول يكون النادي الاهلي الهافات بتاعته هي اللي بتجيب اجوان. كنت في بدايه الحلقه بتكلم على المايسترو، اللعيب المحوري اللي يمكن لما بيبقى يعني قدراته وامكانياته عاليه بتدي الفرقه كلها تقل كبير، وبيشغل الفريق كله بحيث انه الناس كلها بتبقى كل واحد بيعمل دوره بدون معاناه، ويمكن المهاجم اكتر حد يحس باهميه المايسترو ده. طبعا مين المايسترو اللي شايفه في الكوره في مصر دلوقتي؟ يعني هل في عندنا مايسترو؟ كنت بتكلم لما اديت امثله يعني اللعيبه الثقيله قوي، الكابتن خطيب، وليد صلاح الدين، حازم امام، ابو تريكا، يعني فاهم اللعيب ده طبعا. اللي بتحس انه لما موجود السنتر والعناصر كلها حوالين منه شغاله في اعلى مستويات. اللعيب ده الكواليتي دي موجود النهارده في الكوره في مصر عموما، مش بتكلم على الاهلي. بصراحه مش غير عبد الله السعيد شايفه لغايه دلوقتي طبعا. هو طبعا ليه بقى؟ لان حضرتك قلت حاجه دلوقتي، لحد دلوقتي وعنده 37 او لحد دلوقتي، لانه عامل كام موسم هو عبد الله السعيد، نفس الاداء، نفس الريتم، نفس المستوى الثابت، نفس الاهداف الحاسمه اللي بيجيبها، نفس بيشغل الفرق كله. كان ايام ما كان في النادي الاهلي او قبل النادي الاهلي او في منتخب مصر كذا سنه، فطبعا لازم نقول عليه اللاعب التقيل اللي هو لسه ما جاش غيره. مش غريبه انك اخترت لعيب عنده 37 سنه؟ لانه يعني شوف في كام جيل طلع ورا جيل عبد الله السعيد ولغايه النهارده، لان الموهبه والحفاظ عليها في المكان ده، المكان اللي انت حضرتك بتتكلم عليه ده، صعب جدا. عبد الله يمتلك موهبه وتكتيك بشكل كبير جدا، بيخدم الفريق بيه وبيخدم نفسه، لان عبد الله شغال بدماغه، عنده 37 سنه لكن ما بيتعبش نفسه، هو عارف بيعمل ايه، واقف في المكان اللي يقدر الكره تجيله، ويقدر يرقص ويلعب للمهاجمين، يلعب للدفاع. بيراميدز شغال على عبد الله السعيد بس. كان في امل ان قفشه ياخد المكان ده لما جه النادي الاهلي، ادى بشكل كويس، لكن الاستمراريه مش موجوده. فطبيعي انا ما ذكرتش اسمه، لكن هو عنده لعيب كويس، لعيب عنده فنيات، كلام على قفشه، عنده الامكانيات ان هو يبقى عبد الله سعيد، بس لسه ما وصلش للمرحله دي. فعشان لما تيجي تقول لي مين في الفتره دي او الفتره اللي قبلها، اقول لك عبد الله سعيد بعد ابو تريكه. بس عبد القادر ما يلعبش 10 من وجهه نظرك؟ لا، هو اطراف احسن، جناح افضل منه، جناح، لان هو مش زي عبد الله، مش بصير، هو عنده الامكانيات اللي غير عبد الله موجود فيها. هو عنده الحته اللي هي على الطرف، بيقدر يعدي، ومن احسن الناس لو كمل في يعني لو خد فرصه، هو اوريدي واخد فرصه، بس قصدي ان هو يستغل الفرصه اللي النادي الاهلي اداها له. عنده لعيب كويس، عنده امكانيات، ممكن من احسن لعيبه في مصر. أيوة. لكن لو استغل المكان اللي هو فيه، وانا بقول له هو اعمل اسم في النادي الاهلي، انت في نعمه، يعني ممكن تروح منك، عندك الامكانيات ان انت تبقى احسن لعيب في مصر. فلعيب كويس، لو عمل الاستمراريه يبقى في الحته دي هايل. مين اللعيبه اللي لا يجب الاستغناء عنها واللي تبني عليها فريق في الموسم اللي جاي؟ هو يعني في قوام اساسي موجود في النادي الاهلي، اعتقد ان هو الاهلي مش بيجدد له او مش هيمشي، فاعتقد ان هو شناوي طبعا على راسهم، محمد هاني، يعني المجموعه اللي هي مصابه كلها، اعتقد ده القوام الاساسي اللي في النادي الاهلي. يعني
منعني بس احراج ان انا اقول اللاعيبه تمشي لا انا ما بقولش تمشي انا بقول لعيبه لا يمكن الاستغناء عنها انا ممكن أساسي. يعني احنا لو عندنا النهارده 30 في القايمه ما انا لو ذكرتها هتجاهل الناس حد. فقصدي اقول ان 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 يعني الاداره بتجدد لبعض اللعيبه وفي لعيبه موجودين فاعتقد ان هم كده كده هيبقى موجودين. بص احنا خلينا نبقى متفقين ان ومفيش شك حتى اللعيبه اللي يمكن انا ممكن اقول لك الحته الاهلي عايز ايه. خليني هنتكلم في الاهلي عايز ايه بس خلينا نتفق على حاجه. مفيش حد دخل نادي الاهلي ولابس تيشرت النادي الاهلي الا لما تكون امكانياته تسمح له بده. بالظبط. مش معنى ان لعيب مستواه تراجع او انه لعيب اتصاب وانت عارف انه الاصابه عشان ترجع تاني للكيرف بتاع مستوى الاداء قبل بيبقى الى حد ما صعب شويه. لعيبه كتير جدا بتلعب ما فيش بديل لي او يعني البديل مش قريب منها فبالتالي هي مطالبه بانها تلعب اكبر عدد الماتشات بتشارك تقريبا طول الوقت فده بالتاكيد بيأثر. غياب المنافسة في نفس المركز بين اتنين لعيبة ممكن يأثر على تراجع المستوى. في أسباب كتير جدا. ده مش تشكيك في قدرات اللعيبة على فكرة. يعني أنا مش بقول إنه في لعيبة وحشة في الأهلي. بالعكس مفيش حد من اللبس أو اللعيبة اللي موجودة إلا وكان في فترة كان سوبر ستار وكانت الناس كلها بتشيد بإمكانياته. كل ده تقييم يعني منطقي ومعروف بس البطولات بقى إيه أو الجمهور عايز إيه أو النادي عايز إيه ده طبيعي وده حق اصيل. تمام. الناس بتبقى لها الواقع. ايوه. الموسم الجاي انت هتعمل ايه؟ هل اللعيبه اللي موجوده هل تشيل تقدر تلعب الماتشات كلها الاساسيه في جميع البطولات؟ هل المستوى الفني يقدر يشيل كل البطولات دي؟ أيوه. ولا لا؟ انا لو انت تقول لي بقى رايك ايه اقول لك الاهلي محتاج باك يمين اساسي يكون لعيب مع محمد هاني. أيوه. تمام. لعيب يعني فرد يمين زي ما بيقولوا كده بالبلد. مهاجم افريقي اساسي. مهاجم يعني بيستغل اي فرصه تيجي في ال 18. الاهلي ما عندوش الحته دي في الوقت الحالي. ما عندوش حته المهاجم افريقي القناص. يعني انت مش شايف مهاجم قناص سريع افريقي يعني ده ملخص يعني. افريقي يعني انت مش شايف انه في مهاجمين في مصر هو القماشه اللي الاهلي بيدور عليها؟ لا لا لا, لا. مفيش. لا انا عايز مهاجم افريقي يستحق ان هو فعلا يبقى في نادي كبير زي النادي الاهلي والاهلي يجيبه يشيل الحته دي شويه. الحته دي بقى لها فتره بصراحه لا ما عندناش القناص اللي يقدر من اقل فرصه يجيب جون. تحت الفراوده ممكن نجيب مع لعيب مع قفشه برضو يعني يعني الثلاث مراكز دول اعتقد النادي الاهلي محتاجهم. أيوه. مين خلينا نقول اهم ثلاث لعيبه نوروا قوي من وجهه نظرك في الدوري الموسم ده؟ المهاجم احمد عاطف. المهاجم احمد عاطف مهاجم فيوتشر طبعا. ده اللي كان باين بشكل كويس بصراحه. أيوة. بقى له من اول الموسم لحد الوقت الحالي بصراحه عامل شغل كويس مع فرقته ومؤدي بشكل كويس. والراجل ده لو راح فرقه يعني بتنافس على البطولات اعتقد ان هو هيبقى له شان. في اسماء ثانيه؟ عجبنا علي جبر السنه دي. يعني عبد الله ما زال برضه من احسن برضه الناس اللي عجبتني دول الاسماء يعني في بعض اللعيبه بس انا يعني ده اميزهم بصراحه. مش يعني مش متذكر حد تاني. ممكن يكون في حد تاني كويس بس مش متذكر في الوقت الحالي. مفيش اسماء جديده بره الصندوق يعني كل اللي انت قلت عليهم اعتبروا لعيبه كبيره شفناها بقى لنا كتير. احمد عاطف هو اللي لفت انتباهي. معاد احمد عاطف يعني. احمد عاطف هو اللي لفت انتباهي. انا بكلمك عن الموسم الحالي يعني. أيوة. في بيراميدز برضو اللي هو الصغير اللي في منتخب مصر اسمه ايه مش فاكر اسمه. ابراهيم عادل. ابراهيم عادل. ابراهيم عادل. ابراهيم عادل دي خامه كويسه جدا. لو خدت فرصه برضو بشكل اساسي من لعيبه المواهب اللي جايه يعني في الطريق يعني. الدروب السنه دي كان يعني عنيف شويه لانه جاي بعد موسمين كنت فيهم في اعلى مستوياتك فلما بيحصل دروب كده بتحس ب عشان الجمهور مش متعود. لا يعني ما هو طبيعي جدا مفيش فريق بيكسب طول الوقت. لا الاهلي بيكسب على طول. لا يعني في احنا يعني متعودين ان احنا الاهلي يكسب. بص لا ما احنا سيبنا قبل كده القاب يعني في القاب الاهلي سنة كل الاجيال على فكره او ممكن الاداء شويه جيلك انت الاداء جيلك انت وجيل اللي قبل منك وجيل اللي قبل منه حد ينكر ان كان فيهم اساطير يعني طبعًا. صح على مستوى الاجهزه الفنيه وعلى مستوى اللعيبه
حدش، وكانت في القاب بتضيع شيء طبيعي. أنا عارف ممكن الاداء شويه عامل يعني ايه الاداء اللي هو بخساره مؤدي للحاله اللي فيها هو عشان انا عايز اوصل، لكن مش خساره بطوله ممكن تتفق معاك لسه من سنتين يعني بالظبط كده. ما هو انا بقولك عشان انت وصلت في سنتين لاعلى مستوى، مفيش حد مفيش سقف بعد كده. انت وصلت انك انت تاخد 2 دوري ابطال ورا بعض وتوصل في الثالثه للنهائي، وصلت انك انت تاخد 2 سوبر افريقيا، وصلت انك انت تاخد دوري وكاس، وصلت انك انت تلعب 2 كاس عالم. بقول لك الاداء شويه هو اللي ممكن، فلما يجي مع بعدهم دروب، انت عارف السنه دي مثلا لو خدت افريقيا وخسرت الدوري وكاس ما كانش هيبقى فيه المفاجاه دي او رد الفعل ده. لو كسبت دوري وكاس وخسرت افريقيا برده ما كانش هيبقى فيه رد الفعل. بس ده مخلي ان الموسم اللي جاي بقى مهم قوي بالنسبه للجمهور. يعني مخلي انه المسابقات اللي جايه او الالقاب اللي جايه اللي هتلعب عليها الموسم اللي جاي مهمه جدا عشان يرجع الكيرف مره ثانيه لطبيعته. الاهلي محتاج بعض المراكز اللي انا قلتها لك دي كفنيا يعني بعض الصفقات. احنا اتكلمنا يعني في عنصرين، هتسمح لي احنا اتكلمنا في عنصر او قرارين او مرحلتين، سميهم زي ما تسميهم. المرحله الاولى انه لا انا هريح اللعيبه المستنزفه دي، القوام الاساسي ده يرتاح ياخد فتره راحه ما خدهاش بقاله 3 مواسم، واكمل الموسم بعناصر جديده اكتشف منها اللي ممكن يفيدني او ينفعني. الجزء الثاني الميركاتو اللي حضرتك اتكلمت فيه، قلت الاهلي محتاج مراكز معينه ومحتاج صفقات معينه عشان اقدر ادعم بيها الصفوف بتاعتي في الموسم اللي جاي. لكن هل الموضوع بس مرتبط بالاهلي ولا مرتبط كمان بشده وقوه المنافسه في المسابقات الموسم اللي جاي؟ يعني انت اللي جاي الموسم اللي جاي عندك بعيد عن المسابقات المحليه عندك بطولتين افريقيا، عندك دوري ابطال، وبعديه على طول تخش في سوبر ليج. بتتكلم في ايوه بطولات نقله نوعيه، البطولات اللي موجود على طول دايما الاهلي فيها. وزي ما انت بتستعد لها اكيد برضو غيرك بيستعد لها اكيد، صح ولا طبعا إيه؟ فالموضوع مش بس مرتبط بيك لكن كمان مرتبط بقوه المنافسه اللي ممكن تبقى مختلفه شويه عن المواسم اللي فاتت قبل كده. كل موسم بيبقى اصعب من اللي قبله، فطبيعي البطولات اللي انت ذكرتها تبقى اقوى. فالاهلي محتاج اكيد طبعا محتاج بعض الصفقات الجديده اللي تخش مع المجموعه القديمه مع بعض اللاعيبه اللي النادي الاهلي صعدهم مع الفريق. فاعتقد ان شاء الله الاهلي يرجع بالهيكل الاساسي بتاعه وبالقوه الضربه بتاعته عشان يقدر يشارك في كذا بطوله من اللي حضرتك بنتكلم فيها دي، لان البطولات هتبقى السنه الجايه صعبه جدا. كل الفرق بتجهز من دلوقتي طبعا، بتجهز من دلوقتي، الفرق المنافسه طبعا بتجهز وبتدعم، فالمنافسه هتبقى صعبه. فاحنا لازم نبقى جاهزين عشان ما نجيش نخوض في نفس السنه اللي حصلت لنا دي لما بعض اللعيبه. تفتكر سؤال افتراضي، تفتكر لو الاهلي كان كسب بطوله دوري الابطال النهائي اللي مع الوداد ده، لو كانت لعب مثلا، خلينا نتخيل السيناريو ان تلعب في ملعب محايد والاهلي كسب البطوله مثلا، كان السيكونس او تواتر الاحداث وترتيبها بعد كده هيكون بنفس الطريقه ولا كانت ممكن تبقى مختلفه 180 درجه؟ ما هو لو الاهلي حقق البطوله الافريقيه بنفس المجموعه اللي هي مصابه حاليا دلوقتي، لو حققها برضو كانت اللعيبه تبقى مستهلكه. يعني كان هيخوض، كانت برضو اللعيبه دي ما كانتش هتقدر تكمل الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي. فطبيعي طبعا احنا برضو هنا يعني حبه فوق حبه تحت مع يعني لما المكسب بيغير حاجات كتيره، لكن المنطق بيقول ان الاهلي ايا كان حقق البطوله او ما حققهاش كان لازم يدعم بعض اللعيبه اللي هي ناقصه فيها باينه بشكل كبير جدا. المراكز اللي انا قلت لك عليها بعيد كان حقق البطوله او ما حققهاش. نروح لماتش بكره شويه وتكلمني على مواجهه الاهلي والاسماعيلي، شايفها ازاي؟ الدوافع عند كل فريق، المواجهه الفنيه بين كابتن حمزه الجمل ومستر ريكاردو سوارج. ماتش صعب زي ما تعودنا دايما في الاهلي والاسماعيلي، يعني ماتشات الاهلي كلها بتبقى صعبه، احنا ما فيش فريق حتى الفرق اللي بتصارع على الهبوط ما بتيجي قدام نادي الاهلي وبتقدم اعلى مستوى ليها، لكن برضو الاهلي والاسماعيلي في حته ثانيه. هو طبعا ما هتبقى مباراه قمه طبعا تاريخ النادي الاهلي وتاريخ النادي الاسماعيلي، فاعتقد كل فريق عنده هدف. الاسماعيلي عنده هدف ان هو يبعد شويه عن المنطقه اللي هو فيها والاحداث اللي عنده والظروف والمشاكل اللي عنده.
بشكل كبير. النادي الاهلي طبعا هيبه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي، جهاز الفني الجديد، عايز يقول ان انا بمر بظروف خارج عن ارادتي، عايز يثبت نفسه، فاعتقد ان هي هتبقى مباراه صعبه جدا للفرقتين. اتمنى الاهلي طبعا يكسب ويفنش الدوري بشكل يليق بالنادي الاهلي ايا كانت الظروف. احنا النادي الاهلي طبعا بنلعب باي لعيبه، الماتش اثبات برضو اللعيبه اللي احنا عايزين نشوفهم، هنشوف الاستمراريه اللعيبه دي في الماتشات الكبيره هيبقى ايه مردودهم. فاعتقد ان المباراه هنطلع بايجابيات كبيره جدا. فده هيبقى ملخص ال 90 دقيقه. اتمنى الاهلي يطلع بايجابيات بشكل كبير جدا. شايف الناحيه الهجوميه ازاي تتطور مع ريكاردو سواريز بالاوراق اللي موجوده؟ يعني هو ما عندوش حلول بصراحه، عشان كتير. بصراحه عشان نبقى يعني بنتكلم بشكل منطق، ما فيش حد هيظهر يعني او هيخش القائمه غير المجموعه اللي هي موجوده. فاعتقد ان هو دي الاوراق اللي موجوده عنده، لكن باستثناء احمد عبد القادر يعني بقاله ماتش اهو وهيخش خد شويه في ماتش بالظبط. فيمكن هو دي من هنقول من القوام الاساسي شويه ان هو يخش مع المدرب الجديد في المباراه بتاع بكره دي. فاعتقد ان هو ممكن يعمل برده اضافه، لكن اعتقد هيبقى نفس التشكيل بتاع ماتش المباراه. شايف طريقه لعبه، شايف توظيفه للعيبه، في حاجه محتاجه تتطور، في حاجه محتاجه تتغير؟ انا يمكن مش قادر اتكلم على طرق اللعب بتاعته. يمكن عشان هو يعني في ناس كتير بس ممكن تبقى بسلوم. هو طبعا يعني لو اتكلمنا بلغه ارقام، الاهلي حل كتير من مشاكله الدفاعيه في الفترة الأخيرة مع ريكاردو سواريز. لو قلنا أرقام هنقول إن الأهلي هجوميا ودفاعيا يعني ما عندوش أزمة. يعني لو هجوميا بالأرقام. يعني الأهلي ممكن يكون من أكثر الفرق جايبة أهداف، ممكن من أقل الفرق داخلة فيها أهداف يعني بالأرقام. لا أنا بتكلم على فترة ريكاردو سواريز بس. يعني بتكلم ما بتكلمش على الموسم كله، بتكلم على فترة ريكاردو سواريز. يمكن دفاعيا الأهلي اتطور. عدد الماتشات اللي خدها او دخلها الاهلي كلين شيت مع ريكاردو سواريش، عدد الماتشات اللي خسرها الاهلي مع ريكاردو سواريش صفر. لكن هجوميا هي يمكن تكون شويه المعاناه. ناس كتير بتاخد عليه مثلا انه في ماتشات كتير قوي انت بتبقى مسيطر مستحوذ، فرقه بتلعب قدامك. طب تضييع الاهداف، معلش انا بقطعك، اتفضل. تضييع الاهداف ده يعني مش قصه مدير فني. يعني انا دي انفرادات مثلا. يعني انا لو انفرادات دخلت، كان يعني لو مثلا المهاجمين اللي في النادي لعب الماتش اللي فات جابوا الاهداف دي، كنا هنقول ايه الراجل كسب بسكور واهداف كتيره وكنا شدنا بيه. فقصدي اقول ان حاله الماتش او حاله اللعيبه في الوقت الحالي ممكن يساعد مدير فني. اتمنى ان لعيبه الاهلي قدر ان لعيبه كبيره ولاعيبه محترفين. تتعاملت مع كابتن حسام بدري في الفتره اللي انت لعبت فيها، في مديرين اجانب؟ هو جوزيه بس. مصطفى جوزيه فتره في اول السنه، وبعدها كابتن حسام. بيبقى في فتره يعني. بيبقى في الاجنبي، سيبك من المصري احنا حافظينه وهو حافظنا، فالسكه بتبقى قصيره. تمام. المدير الفني الاجنبي، وانا عارف طبعا ان في فروق شخصيه، كل واحد بيفرق عن الثاني، واللي جاي من البرتغال غير اللي جاي من المانيا، والاثنين اللي جاي من البرتغال ممكن يبقى الكاركتر بتاعهم مختلف، لكن عقبال ما المدير الفني يستوعب اللعيبه ويبقى محل ثقه ويبقى بيتسمع كلامه او بيتفهم كلامه لغه الاشاره، دي بتاخد وقت مع اي مدير فني، ولا حصلت معاك بالنسبه انت مثلا مانويل جوزيه ما خدتش وقت ودخلت على طول في الدايره؟ جوزيه هنتكلم على جوزيه لان هو الوحيد اللي انا اتعاملت معاه في النادي الاهلي يعني. لا قدرت ادخل بسرعه رغم ان انا ما شاركتش بشكل اساسي، لكن قدرت ادخل في المنظومه. وعرفت قد ايه ان المهاجم لو لازم تجي له فرصه يخلصها. حتى في التمرين يعني انا في التمرين كان في رعب في ان الواحد يضيع جون، فدي انا اكتسبتها منه ان لازم تكون حريص على الفرصه اللي بتجي لك. ودي يمكن يعني من اكتر الحاجات اللي انا خدتها منه، ان لازم تحافظ على المكان اللي انت فيه او الكره اللي تجي لك بالذات. فجوزيه في ماتش من الماتشات كنا كسبانين وقعد بسكور
وقعد يعني يشتمنا في الاوضه. يعني احنا كنا كسبانين بسكور الشوط الاولاني وقعد يشتم في الاوضه، قعد يشتمنا وقعد يعني كلام بكلام برتغالي متنرفز يعني متعصب عليكم. متعصب مش شتيمه اللي يعني ايوه فاهم متعصب عليكم. فقصدي اقول الراجل ده كان يعني كان مختلف شويه. فانا قصدي اقول ان اللعيبه في الوقت الحالي ده ممكن يعني تساعد تورش عن ان هو يبان. العلاقه بين اللاعب والمدير الفني بتاعه مهمه جدا لانه احنا كجمهور طبعا اللي بيهمنا في النهايه شكل الفريق كله على بعضه. بنحب او بنركز مع لعيب بعينه خصوصا لو كان حريف او لو كان هداف. الجمهور بيحب اللعيبه دي شويه يعني بالنسبه شوية درجة. في يعني اللعيب اللي بيخلص وبيجيب اهداف ده او اللعيب الحريف والمهاري اللي بيحرك بالنسبه للجمهور مهم جدا، لكن في النهايه الجمهور باصص على اداء جماعي. لكن في اوضه اللبس انا بيتهيالي انه العلاقه بين اللاعب والمدير الفني مهمه جدا، وفي اوقات كتير جدا بنشوف انه في لعيبه مع مديرين فنيين بعينهم مستواهم بيتطور بصراحه جدا. جوزي عمل الحته دي. جوزي كان عمل الحته دي، قدر ان هو اللعيبه الاساسي والعكس برضه، وممكن مدير فني او لعيبه مع مدير فني معين تلاقي مستواه بيتراجع جدا جدا. يعني اي ما هي حته العلاقه دي وتاثيرها على تطور مستوى الفرد قبل ما اتكلم على الجماعه. هي بيبقى ممكن يكون ذكاء من المدير الفني في فتره قصيره. يمكن مش قادر اقول تجارب كتيره غير التجربه اللي هي مع جوزيه، لان هو المدرب الاجنبي. يعني كابتن حسام ما عملش معاك ما طورش معاك لا بالعكس، يمكن لعبت اساسي معايا. انا قصدي اقول المدرب الاجنبي يعني انت قلت المصريين. انا اجنبي على اساس دلوقتي موجود اجنبي. جوزيه قدر يعمل الحته دي، حته الحب والترابط بين الاساسي وبين الاحتياطي. وخلى كل اللعيبه معظم اللعيبه تحبه. مش تحبه يعني نفاق، لا حب فعلا وقتال في الملعب. فدي اللي عملها جوزيه بصراحه كانت حاجه يعني الواحد بيشيد بيها. يعني اللعيبه في النادي الاهلي ممكن نقول مش عايزينها تبقى زي اللعيبه اللي بره، بمعنى ان انت لعيب محترف ايا كان مصري او اجنبي، انت لعيب محترف بتمثل النادي الاهلي فلازم تلعب كل طاقتك. فبتأدي ان عندك راجل في جمهور بي 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 بيشوفك، في ناس اعلام بتقيمك، في حاجات كتيره، في اداره، في حاجات كتيره. قصدي لا انا قصدي اقول لك موضوع الحب والكره ده مهم جدا، لكن احنا في فتره محتاجين كل لعيب يلعب يموت نفسه. هو الضغط ده انت يعني مثلا انت قبل الاهلي كنت بتروجيت صح؟ بتروجيت. فكره انه ناس كتير بتقول انه في لعيبه كتير ممكن تبقى كويسه في فرق، تبقى نجوم في فرقها وتبقى شايله الفرقه وتبقى منوره قوي ومتوهجه، لكن تيجي الاهلي ما تحسهاش بنفس المستوى او بنفس حاله التوهج دي. فكره انه التيشيرت تقيله او فكره انه عليك ضغط من الجمهور دايما، عليك ضغط ومطالب من الجهاز الفني في مكانك انت شخصيا، في منافسه كبيره جدا بعد ما كنت نجم اوحد ما ممكن مثلا في فرقتك، تلاقي نفسك نجم وسط نجوم او زيك زي غيرك زي ما بيقولوا. ده بيبقى ضغط على اللعيبه، ده بيبقى ممكن نفسيا ضغط نفسي لكن فنيا لا، لان انت النادي الاهلي مش هيجيب لعيب وحش، ومفيش لعيب الناس كلها اجمعت عليه ان هو ما احنا متفقين الاهلي ما يجيبش وحش، بس انا قصدي اقول لك فنيا في لعيبه ما بتقدرش على الضغط. ما انا قصدي اقول لك في لعيبه ثانيه بتتعامل مع الضغط ده بشكل طبيعي. يعني مثلا نقول اللعيب ده ما يصلحش النادي الاهلي، لا هي مش كده بالظبط، هي نفسيا قدر يستوعب المكان اللي هو فيه والضغط اللي عليه ولا ما قدرش. عشان كده في اوقات اللعيب بتيجي في النادي الاهلي ما بتقدرش تستحمل الضغط، لان كل حركه هو بيعملها، كل نفس، كل كوره، كل هدف جابه وهدف ما جابوش، لعب ما لعبش، بيتقيم والناس بتتكلم عليه. في اوقات لعيبه بتبقى تقدر تبقى مع الضغط دي، وفي لعيبه ما بتقدرش، لان في يعني مثلا انا في بتروجيت معظم الماتشات كلها ما كانتش بتتذاع، وكنت مكسر الدنيا في بتروجيت. لو جيت النادي الاهلي ولعبت مثلا 5 دقائق فكانت الناس بتتكلم، مع ان كنت بلعب اساسي. فقصدي اقول ان استقبالك للضغط ده ايه؟ في ناس كانت بتطلب ان انا امشي من اول 5 ماتشات وانا لسه ما لعبتش. يعني انا لسه اصلا ما حطيتش رجلي في الملعب، انا مستهاش. كانت الناس بتطالب بيه والصحفيين بيتكلموا وبتاع، لكن انا كنت بتجاهل كل الكلام ده، عايز اثبت نفسي ان انا استحق ان انا ابقى موجود. فقصدي اقول ان في نوعيه لعيبه تقدر تستحمل وفي نوعيه ما تقدرش تستحمل الضغط.
لكن تقييمنا للاداء الفني للعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي لا كلها لعيبه محترمه وكانت بتادي فرقه بشكل كويس. نيجي لملف الاعارات. ما اعرفش انت متابع جيد لماتشات الدوري كلها ولا بس بتتفرج على ماتشات الاهلي؟ الاهلي صح. الاهلي بس لكن ما شفتش لكن ممكن أو تسألني يعني او حتى في مواجهات الاهلي مع الفرق اللي فيه لعيبه معاره فيها هل شفت انه في اوراق الاهلي عمل لها اعاره متابع يعني جوه مصر او حتى الامارات الاعارات اللي بره يعني احنا اعتقد عندنا اولاد في مثلا المغربي اعتقد موجود في تشيك مثلا في بعض الاسماء اللي خرجت من الاهلي احترفت مش على سبيل الاعاره يعني الاهلي باعها وخدت مشوار هل شايف ان في اسماء تستحق العوده مره ثانيه بدايتها من الموسم اللي جاي؟ في فيوتشر عندنا فكرني بس عشان في كريم نيدفيد اعتقد نيدفيد. بيلعب في فيوتشر كريم وسعد كريم. سعد كان اعتقد بيع كريم انا بكلمك على الاعاره انا عارف ان سعد تقريبا بيع كريم نيدفيد مقدم موسم هايل ويستحق انه يركب اللعيبه اللي بره اللعيبه اللي بره ما تبعتش ما تابعتش بقيت انا بتكلم على اللعيبه اللي في مصر ايوه شكري في سموحه اعتقد شكري لعيب موهبه كويسه جدا هتفيد النادي الاهلي رجوعه انا بس اللعيبه اللي ترجع يبقى لها دور وتبقى موجوده ما تشيلش النادي الاهلي انا قصدي اقول ان اللعيب اللي عايزين دلوقتي النادي الاهلي اللعيبه اللي تبقى موجوده كلها لازم تبقى بتلعب بشكل اساسي ايوه ما يكونش لعيبه انا جايبه عشان كان كويس وجبته وقعدته انا عايز اللعيب فعلا بعد راي الجهاز الفني طبعا ايوه اللعيب اللي يجي لازم يبقى اللعيب الاساسي واحنا لو كنا لعبنا كل الاسماء اللي موجوده يمكن ما كناش عانينا من مشكله الاجهاد وتراجع المستوى اللي لو كانت الروتيشن بتحصل في فتره انا قصدي مش عايز الاهلي يمر بالفتره اللي احنا صحيح ده ما كانش جزء كبير من الفريق دفع فاتوره الاجهاد لوحده بالظبط انا عايز ان الدرس اللي احنا الفرقه بقت واقفه الدرس اللي احنا خدناه السنه دي يبقى درس قدام عينينا للسنه الجايه ان شاء الله دايما الاهلي عودنا يبقى يقوم افضل من الاول وان شاء الله باذن الله يبان ده ويتاكد للناس كلها والجماهير النادي الاهلي قبل بدايه الموسم بشكرك شكرا جزيلا كابتن السيد حمدي شرفتنا ونورتنا في السادسه ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا في المتبقي ليه من مشوار الموسم ده فتره مهمه جدا 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 لكل واحد رجله في الملعب فتره مهمه جدا جدا للجهاز الفني وللتحضير للموسم القادم باذن الله اللي هيكون نتمنى ان شاء الله يكون افضل بكتير بشكر كابتن سيد حمدي مره ثانيه وبشكر حضراتكم على المتابعه ودايما نتقابل على كل خير دايما في السادسه على شاشه الاهلي.